أول أيام عيد الفطر البهجة تبقى والأمل يستمر. ورغم التصعيد في القدس، عشرات الآلاف يؤدون صلاة العيد في المسجد الأقصى. وفي العراق اختلاف طقوس العيد في أربيل بين سكان الإقليم والنازحين. برنامج اليوم مع باسل صبري ولين البوديري. صباح الخير عليكم مشاهدينا الكرام، وأهلا بكم في حلقة جديدة ومميزة من برنامج اليوم. في البداية طبعا صباح الخير عليك لين، وكل عام وانت بألف خير. انت بألف خير، صباح الخير باسل. طبعا اليوم موعدنا زي ما قلنا مع حلقة خاصة جدا عن أجواء عيد الفطر. كل عام وكل مشاهدينا في كل مكان بألف خير، ولذلك طبعا ستكون معظم فقراتنا اليوم عن أحوال العرب والمسلمين في عيد هذا العام، كما سنتحدث بطبيعة الحال أيضا عن عادات وتقاليد هذا اليوم في كل مكان. بالفعل باسل، ينعاد عليك بكل خير وأيضا على جميع مشاهدينا بتمام الصحة والسعادة. صحيح أنه اليوم يمكن أنه يتم استقبال العيد في ظروف استثنائية مختلفة وهي مستمرة منذ العام الماضي، لكن في ظل الإجراءات الاحترازية وتوصيات التباعد الاجتماعي أكيد هذا ما بيمنعنا أنه ندور على الفرحة لاستقبال العيد. أكيد، وهتكون أيضا معنا اليوم شبكة مراسلين في البلدان العربية لمعرفة الإجراءات التي اتخذت من قبل الحكومات المختلفة هذا العيد، ولنرصد أيضا التغيير الكبير في نمط الحياة والمظاهر والعادات التي تبدلت من أجل التكيف مع الوضع الحالي. بأي حال عدت يا عيد؟ هذا هو سؤال كل عيد نسأله، ونحن نأمل أن يكون ما بين العيد والآخر خير للأمة العربية والعالم. وعلى أي حال طبعا كل عام وأنتم جميعا بألف خير. اليوم سنبدأ أولى فقراتنا بتغطية لأجواء عيد الفطر المبارك وأحوال المواطنين العرب في عدد من العواصم العربية والغربية. طبعا من أبرز الملامح التي لا نملك إلا وأن نتعايش معها فيروس كورونا في ثاني عيد للفطر منذ انتشاره حول العالم. ومنذ العام الماضي طبعا اختلفت طقوس العيد وعادات الناس بفعل الوباء والإجراءات الاحترازية المفروضة في سبيل الوقاية من انتشار هذه العدوى. بالفعل باسل، المختلف هذا العام هو انطلاق واستمرار حملات التطعيم باللقاحات المضادة للفيروس، ولكن رغم هذه الحملات ما زالت بعض الدول تفرض قيودا مشددة وأخرى قيود أقل صرامة في محاولة للوقاية. فكيف هو شكل العيد هذا العام؟ كيف سيحيي الأهالي بهجة العيد لعائلاتهم في ظل الأوضاع الصعبة؟ دعونا الآن مشاهدينا نتعرف سويا على إجراءات كورونا في عدد من الدول العربية خلال عيد الفطر، والبداية من مصر، حيث أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي عن إغلاق المنشآت التجارية بما في ذلك المقاهي والمولات ابتداء من 9 مساء ولمدة 2 أسبوع، شاملة بذلك طبعا فترة عيد الفطر. وفي تونس فرضت الجهات الحكومية حظرا شاملا للتنقل خلال أسبوع عيد الفطر، حيث ستغلق الأسواق والمساجد ويمنع التجمع والخروج من المنازل خلال ساعات المساء. كذلك في دولة الإمارات شددت هيئة الصحة على عدد من الإجراءات الاحترازية، من بينها منع التجمع وفرض ارتداء الكمامة بشكل دائم والتواصل مع الأقارب عبر القنوات الإلكترونية فقط. ويعني في نفس الوقت تعمل الإمارات طبعا على تشجيع السياحة الداخلية. وفي لبنان وكما كان الحال في عيد الفصح، قررت الحكومة أيضا إغلاق البلاد وفرض حظر تجول تام خلال عيد الفطر في محاولة للحد من ارتفاع أعداد إصابات فيروس كورونا. أما في العراق ففرضت الجهات الحكومية حظرا كليا للتجول قبل العيد بيوم ولمدة 10 أيام، ويشمل الحظر غلق الأسواق التجارية والمطاعم والمقاهي ودور السينما والمتنزهات وقاعات المناسبات والأعراس. وفي هذه الأوقات مشاهدينا، هنأ وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن في بيان له هنأ المسلمين بمناسبة حلول عيد الفطر، متقدما بأحر التمنيات لجميع المسلمين في الولايات المتحدة وحول العالم للاحتفال بهذا العيد. بالفعل باسل، الوزير الأمريكي أضاف في عيد الفطر هذا: نفكر بقيم المحبة والمجتمع والتعاون والشفقة، وكذلك في مواجهة وباء عالمي. وتأسف بلينكن لعدم قدرته على استضافة احتفالات عيد الفطر هذا العام بسبب الوباء، متعهدا بإقامة وتعميق العلاقات القوية التي يتمتع بها مع مختلف المجتمعات المسلمة.
وفي سياق آخر، طلب بلينكن في اتصال هاتفي برئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس طلبه بوقف إطلاق الصواريخ على إسرائيل، متقدما بتعزيه في قتل المواجهات التي تصاعدت خلال الأيام الأخيرة. كما جدد الوزير الأمريكي في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، جدد دعوته لكل الأطراف لوقف العنف. بلينكن كشف أيضا عن نية واشنطن إرسال مبعوث لها إلى الشرق الأوسط لحض الإسرائيليين والفلسطينيين على وقف التصعيد. من جهتها، دعت تونس والنرويج والصين إلى عقد جلسة طارئة جديدة اليوم الجمعة في مجلس الأمن الدولي بشأن هذا التصعيد الأخير. واشنطن تكثف من جهودها من أجل التوصل إلى وقف فوري للعنف في أعقاب سلسلة الهجمات الصاروخية التي شنتها الفصائل الفلسطينية على إسرائيل وقصف الجيش الإسرائيلي لمواقع ومنشآت في قطاع غزة. وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن جدد في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو دعوته لجميع الأطراف لوقف تصعيد التوتر ووقف العنف. وقال بيان للخارجية الأمريكية إن بلينكن شدد على ضرورة أن يتمكن الإسرائيليون والفلسطينيون من العيش في سلامة وأمن. وأعلن وزير الخارجية الأمريكي أن واشنطن ستوفد هادي عمرو مساعد وزير الخارجية للشؤون الإسرائيلية والفلسطينية الذي سيحض نيابة عن الرئيس بايدن على وقف تصعيد العنف. وقال مسؤول أمريكي إن هادي يغادر واشنطن الأربعاء. وكرر بلينكن إدانة الهجمات الصاروخية التي شنتها حركة حماس باتجاه إسرائيل بأقصى درجات الحزم، وقال إن مقتل مدنيين يمثل مأساة. لنكن واضحين مرة أخرى، ندين بشدة الهجمات الصاروخية من غزة التي تستهدف المدنيين الإسرائيليين الأبرياء. لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها، والفلسطينيون لهم الحق في العيش في سلامة وأمان. بلينكن أعرب عن اعتقاده بأن على إسرائيل واجبا إضافيا يتمثل في محاولة بذل كل ما في وسعها لتفادي سقوط ضحايا مدنيين حتى لو كان لهم الحق في الدفاع عن شعبهم، مشيرا إلى أن صور مقتل الأطفال الفلسطينيين كانت مفجعة، مضيفا أن للفلسطينيين الحق في الأمن. تواصلنا مع جميع الأطراف بمن فيهم الفلسطينيون، وذلك سيتواصل، غير أن الأمر الذي هو في غاية الأهمية الآن هو أن توقف جميع الأطراف العنف وأن توقف التصعيد وأن تسعى للهدوء. في غضون ذلك، ألغت ثلاث شركات أمريكية كبرى للطيران وهي يونايتد أيرلاينز ودلتا أيرلاينز وأمريكان أيرلاينز، ألغت رحلاتها من الولايات المتحدة باتجاه تل أبيب يومي الأربعاء والخميس. وقال متحدث باسم دلتا أيرلاينز إن الشركة تراقب تطورات الوضع في إسرائيل وأنها لن تتخذ أي قرار بشأن استئناف الرحلات. وفي هذه الأثناء، وبالرغم من حدة التوترات، أدى قرابة 100,000 مصلي صباح اليوم صلاة عيد الفطر في المسجد الأقصى المبارك في ظل بعض القيود الأمنية من جانب الشرطة الإسرائيلية. بالفعل المصلون قدموا من مدينة القدس وضواحيها والضفة الغربية، فيما أقام عشرات الفلسطينيين صلاة العيد على مداخل البلدة القديمة، علت تكبيرات العيد في المدن الفلسطينية الأخرى لحلول أول أيام عيد الفطر وسط حشود من المصلين. دعونا الآن نستطلع الأوضاع من أرض الحدث نفسه، ولذلك انضم إلينا من أشدود مراسلنا يحيى قاسم ومن غزة مراسلتنا وسام ياسين. أهلا بكما. يعني أبدأ معك يحيى، بالرغم من كل ما يحدث، حوالي 100,000 مصلي يقيمون صلاة العيد في الحرم القدسي صباح اليوم، كيف كانت الأوضاع؟ بالنسبة للحرم القدسي وما يجري من أجواء عيد، فهي بطبيعة الحال ممزوجة بالوضع الأمني الذي نشهده منذ أيام طويلة، إن كان ذلك في القدس أو الضفة الغربية أو على الحدود مع قطاع غزة، وكذلك الأمر في داخل البلدات المختلطة بين اليهود وبين العرب في إسرائيل. كانت هنالك ليلة حامية يمكن أن نقول بين المواطنين العرب في البلاد واليهود،
والبعض اعتبر أن ما يجري هنا في البلاد هو بمثابة ما يشابه بحرب أهلية بين الطرفين، خاصة أنه كانت هنالك العديد من عمليات ومحاولات الفتك المواطنين العرب باليهود، والعكس هو صحيح. كان ذلك في مدينة باتيام عندما حاول مجموعة من الشبان اليهود الفتك بمواطن عربي، وكان هذا الأمر في خلال بث مباشر لإحدى القنوات الإسرائيلية، تم نقل هذه الحادثة على الهواء. المناظر كانت يعني صعبة جدا، وبطبيعة الحال تم نقل الشاب العربي إلى المستشفى لتلقي العلاج الطبي. كذلك الأمر باسل كان في مدينة عكا، مجموعة من الشبان العرب اعتدوا على مواطن يهودي بالضرب بواسطة العصي، وهذه الأجواء التي يعني يتم فيها استقبال عيد الفطر في داخل البلاد في إسرائيل وفي القدس وفي مناطق أخرى. فيما يخص يعني الوضع الأمني المتوتر الذي يأتي بالتوازي مع هذه المصادمات والاشتباكات العنيفة بين المواطنين العرب واليهود، فيما يخص الوضع الأمني، فالليلة الماضية كانت قد شهدت إطلاق 120 قذيفة من قطاع غزة حسب ما أفادت مصادر رسمية طردت منظومة القبة الحديدية الكثير منها. يعني يحيى، شهدنا هذا الصباح أجواء البلدة القديمة، ويعني لكن دعنا نركز على هذه النقطة، إنه الخارجية الأمريكية قالت إنها سترسل مبعوثا أمريكيا للشرق الأوسط. هل هناك أي معلومات متى ستبدأ هذه المهام؟ فعلا بالأمس تحدثت إلى مسؤولين في السفارة الأمريكية في القدس الذين أوضحوا أن فيما يتعلق بهادي عمر مساعد وزير الخارجية الأمريكية والمبعوث لشؤون الفلسطينيين والإسرائيليين، سألتها في هذا الموضوع وهي قالت إنه لا يوجد لديها معلومات لإضافتها، لكن مسؤولين إسرائيليين كانوا قد رجحوا بأنه سيصل خلال الفترة القريبة هنا إلى البلاد من أجل التباحث في كيفية وقف أعمال العنف بين الإسرائيليين وبين الفلسطينيين، إن كان ذلك في قطاع غزة وكذلك الأمر في داخل القدس والضفة الغربية. الولايات المتحدة كانت قد أبدت موقفها المؤيد لإسرائيل بالنسبة للحفاظ على أمنها والدفاع عن نفسها، لكن في ذات الوقت وفي الاتصال الهاتفي الذي أجري بين وزراء أمريكيين ورئيس الحكومة ووزير الدفاع بيني جانس، كانوا قد يعني أعربوا عن يقينهم وعن ثقتهم بضرورة وقف أعمال العنف بين الطرفين، لما في ذلك يعني ما يحدث في هذه الأيام. الوضع الأمني الذي تشهده إسرائيل مع قطاع غزة كما أسلفت ولا يقتصر على الطرفين، وإنما أيضا ينعكس في داخل البلدات الإسرائيلية. وكان قبل قليل أعلن أيضا وزير الدفاع بيني جانس باستدعاء 10 سرايا إضافية من حرس الحدود من أجل تعزيز الأمن في داخل البلدات الإسرائيلية. طيب أنتقل إليك الآن وسام ياسين، يعني حدثينا عن تطورات الأوضاع ربما صباح اليوم في غزة. نعم بالطبع نستطيع أن نقول أن مظاهر العيد أو العيد غاب هذا العام عن قطاع غزة تماما، وليس فقط غاب العيد بل حضرت الغارات، حضر التوتر والخوف والترقب هنا في قطاع غزة. لا تزال الساحة مشتعلة هنا في القطاع، لا تسمع الآن في قطاع غزة سوى دوي سيارات الإسعاف وأيضا سيارات الدفاع المدني التي تحاول اللحق بالنيران التي تشتعل بعد استهداف المنازل والمقرات وأي هدف من الأهداف التي تم قصفها. كانت ليلة صعبة أو فجر صعب أيضا، حيث شهد الكثير من الغارات الكبيرة العنيفة والمكثفة والمتتالية والتي استهدفت أماكن متفرقة وعديدة على طول القطاع، سواء في المناطق الجنوبية أو الشرقية أو الشمالية والغربية من باتجاه البحر، من حيث الزوارق الحربية التي كانت تطلق نيرانها بكثافة باتجاه الساحل. كانت هناك غارات استهدفت الكثير من المقرات الحكومية التابعة لحركة حماس، كان هناك أيضا استهدافات لمنازل على ساكنيها، كان هناك بعض العائلات التي تم انتشالهم من تحت الأنقاض، ولكن تم انتشال عائلة كانوا أحياء ولكن قتل
رجل وزوجته في إحدى الغارات التي استهدفت منزلهم. كان هناك أيضا استهدافات لبنوك تابعة لحماس، مراكز إعلامية، الكثير من المقرات. ربما لا يحضرني أو لا أستطيع تفصيل هذه الغارات من شدة كثافتها. طيب. كانت هناك غارة أيضا نريد أن نستوضح أن المقرات الحكومية وبعض المقرات الأمنية هي موجودة بين المباني السكنية هنا في قطاع غزة. قطاع غزة يعاني من كثافة سكانية كبيرة جدا، ولا يمكن فصل هذه المقرات عن أماكن السكن. نستطيع من خلال الكاميرا أن نصور هذا المقر الحكومي الذي قصف خلال ساعات الفجر. هذا المقر تسبب قصفه بأضرار بالغة وجسيمة في المحال التجارية الموجودة في هذه المنطقة وأيضا لدى السكان. كانت هناك شظايا كبيرة جدا. هذا مثال على بعض المباني التي تم تسويتها بالأرض، كيف تسبب الدمار الكبير والهائل وأيضا عدد من الإصابات. بالنسبة لحصيلة الضحايا الذين سقطوا خلال 4 أيام، وصل عدد القتلى الفلسطينيين إلى 69 قتيلا فلسطينيا حتى الآن، ومئات الإصابات، منهم 17 طفلا وبعض السيدات. نعم، يعني كما تابعنا معك بالطبع لربما هو عيد حزين جدا على قطاع غزة، لكن كيف أثرت الغارات على أجواء الصلاة وحتى على مظاهر العيد؟ هل هنالك أي مظاهر حتى لو كانت بسيطة في هذا اليوم؟ في طريقي إلى العمل شاهدت بعض الأطفال والفتية يلعبون أمام أبواب منازلهم. من الصعب جدا إقناع الأطفال بأن لا عيد بعد شهر رمضان، ومن الصعب إقناعهم بأن تلك الملابس التي اشتروها سيؤجلون لبسها. فيخرج بعض الفتية، ولكن لا نستطيع أن نقول أن هناك مظاهر بتاتا في قطاع غزة. المحال التجارية مغلقة بالكامل، المطاعم، الأماكن التي يتردد عليها الشبان في الأعياد، في حتى الزيارات العائلية، غابت السيارات عن الطرق. لكن صلاة العيد تم إقامة الصلاة في بعض المساجد، ولكن عدد المصلين كان محدودا جدا. كانت هناك تكبيرات العيد تصدح خلال ساعات المساء حتى صباح اليوم من المساجد، ولكن منعت إقامة الصلاة أيضا في الساحات المفتوحة، ولكن اقتصرت على بعض المساجد بأعداد قليلة من المصلين. يعني شكرا لجهودك وسام، ونتمنى لك السلام وكل عام وانت بخير. اذا نشكر من غزة مراسلة الحرة وسام ياسين، وايضا من أشدود شكرا لك كل عام وانت بخير مراسل الحرة يحيى قاسم، شكرا جزيلا لكما. بعد قليل نتابع في اول ايام العيد، البهجة تبقى والامل مستمر، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد. في 15 مايو تحتفي الأمم المتحدة ومختلف البلدان والمنظمات باليوم العالمي للأسر، وهذا طبعا من أجل التركيز على أهمية الأسرة كحاضنة اجتماعية وأحد أهم الوسائل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تركز على التطور والتغيير والأمان المجتمعي. بالفعل هذا العام، وبينما تتزامن الاحتفالية العالمية بحلول العيد الذي يعتمد على اجتماع الأسرة وزيارة الأقارب، لكن في المقابل تستمر الجائحة الصحية والتغييرات التي أحدثتها في حياتنا. لذلك تتبنى الأمم المتحدة شعارا يتحدث عن التكنولوجيا في حياة الأسر، وتؤكد أهمية دور التقنيات الرقمية في التنمية الاجتماعية ورفاهية الأسر. ولكن المفارقة هنا يلين هي أنه غالبا عندما نتحدث عن التكنولوجيا تخطر ببالنا أسرة تجلس في نفس المكان وكل فرد فيها منشغل بهاتفه أو حاسوبه عن الآخر. ولكن اليوم الأمم المتحدة تدعو الجميع لتبني الجانب الإيجابي من التكنولوجيا والاستفادة من التقنيات الرقمية لزيادة وتحسين التواصل بما يخدم المجتمع في النهاية. يعني هذا التبني والحديث عن الأسر ولمة الأهل والتواصل مع الأحباء والعائلة ليس شعارا للأمم المتحدة فقط، بل كان مادة فنية سيطرت على إعلانات شهر رمضان في محاولة للتأكيد بأن الراحة والثقة تأتي من العائلة والبيت. سر السعادة في بيتك، تعالى وسط ناسك، تعالى وفرح.
النصر والمال لا ينفع بلا عزوة تواسيني، وقلبي منعم فرح وحب الأهل يغنيني. النعمة زوالة محمد ربك صدر أنك محبوب النعمة غيرك ملاقي. وبالحديث عن العائلة وعلى الجانب الآخر للأسف الجانب السلبي، هذه المرة تعج المحاكم المصرية المختصة بشؤون الأسرة بالألاف من قضايا الطلاق والخلافات العائلية ومشاكل حضانة الأطفال، طبعا الأمر الذي ينعكس سلبا على تماسك الأسرة والأبناء، ويرجع المختصون هذا العدد الكبير من القضايا إلى الوضع الاقتصادي والبطالة والفقر. تفكك الأسرة هو سبب معاناة ياسمين التي طلقت والدتها وهي صغيرة ليزوجها الأب وهي طفلة، وحين أنجبت لم يعترف الزوج بالمولود ولم تجد الحماية الأسرية، وهي تتعامل مع هذا الموقف الصعب بينما لا تزال في مقتبل العمر. اتجوزت أنا عندي 16 سنة وواحد ما عرفهوش، وكنت فاكره بني آدم كويس، جه بعد كده خطبت له 3 شهور وبعد كده اتجوزته، قعدت معاه 5 شهور ومشاني وقال لي ما اعرفكيش ومش عايز، ومشاني وانا حامل عن في بنتي عمرها 9 شهور بنتي مكة وما لهاش شهادة ميلاد انها تثبت بنتي، حتى لما باجي اطعمها ما لهاش شهادة، عايز اكشف عليها ساعات بيطلبوا الشهادة مني ما بعرفش اقول لهم ايه عشان ما فيش شهادة عندي. على خطى والدتها تسير مكة، وكأن الحكاية تكتب من جديد على الإبنة التي تعيش أيضا نفس ظروف أمها التي تزوجت طفلة وأنجبت طفلة، لتعيشان معا تحت وطأة ظروف قاسية كالآلاف من الحالات المماثلة. قصة ياسمين ليست الوحيدة من نوعها، فالمحاكم المصرية تعج بالآلاف من القضايا المماثلة أو الشبيهة، الطلاق والخلافات العائلية والعنف الأسري الذي يصل أحيانا إلى حد القتل، كلها أسباب وراء قصص معاناة أصبح الكثير منها عناوين شبه يومية في الصحف. من أسباب التفكك الأسري في مصر كما يرى متخصصون التراث الشعبي المغلوط المتوارث والأزمات الاقتصادية. في اليوم العالمي للأسر تبرز مكانة الأسرة ودورها كركيزة أساسية لبناء المجتمعات وتنشئة الأطفال ليمارسوا دورهم مستقبلا، ويؤثر التفكك الأسري بمختلف أسبابه على هذه المنظومة ويهدد استمراريتها. مي عدلي، الحرة، القاهرة. للحديث أكثر عن الأسرة والعائلة العربية بشكل عام تنضم إلينا الآن الأخصائية النفسية والأسرية أنجي ميشيل. أهلا بك أنجي وصباح الخير عليك. يعني في البداية خلينا نربط موضوع الأسرة بالعيد، تاني عيد في ظل جائحة كورونا، يعني أكثر من عام ونصف تقريبا على جائحة كورونا. خلينا نتكلم عن تأثير هذه الجائحة، كيف كان على الأسرة وعلى ترابط الأسرة المصرية والعربية؟ شكرا باسل، كل سنة وانت طيب ولين طيبة. طيب. مبسوطة ان انا معاكم في يوم العيد، وشكرا على اختيار الموضوع الغالي ده، العيلة واهميتها. اعتقد الكورونا حطتنا في اتجاهين، في طريقين. في ناس راحت لطريق تقوية العيلة، لان احنا لقينا في الاخر ان احنا محبوسين جوه بيت في علاقات، فعايزين نستمتع بالوقت اللي احنا قاعدين فيه وعايزين نتواصل مع بعض. ففي ناس اتخذت الأزمة دي بطريقة إيجابية في تصليح العلاقات اللي جوه البيت. احنا في ناس في بلاد أوروبية ما خرجوش من بيوتهم تقريبا بقالهم سنة غير للسوبر ماركت، فابتدينا نشوف العلاقات اللي احنا كنا مشتتين نفسنا أو شغلين نفسنا عنها، وده اتجاه. وفي اتجاه تاني ان في ناس ادركت ان انا ما اقدرش اعيش مع الناس دي، فابتدت برضو تاخد قرارات اسرع في حته الانفصال، وخاصه انه الازمات الاعياد. انا دايما اقول للناس امسكوا نفسكم البيت وحزام الامان قبل الاعياد، قبل الاوقات اللي بيبقى فيها توقعات كثيره. فوقت الكورونا كان في توقعات، اللي عندها بيبي ولسه والده، الراجل الكبير عنده توقعات من اولاده، الست الكبيره عندها توقعات من جوزها. فروحنا لاتجاهين، ناس قوت علاقتها ببيتها وللأسف ناس قررت تبعد عن بيوتها.
طيب إنجي، يعني أيضا هذا العام الأمم المتحدة زي ما حكينا أنه هي حاولت أنها تركز على استغلال التقنيات لصالح الأسر، ما أهمية أنه تواكب الأسرة بأكملها التطور العالمي؟ أنا أعتقد أنه المبادرة بتاعت أن احنا نستخدم التكنولوجيا اللي أنت كنت بتتكلموا عنها، المبادرة اللي قامت بيها الولايات المتحدة، أساساً ده بحد ذاته عكس اللي احنا كنا عمالين نحاول نربي عليه ولادنا وإحنا كمان. يعني كنا دايما نقول خلونا نبعد عن السكرين، أنا ما بحبش أتكلم في الموبايل، أنا ما بحبش أمسك الموبايل عشان أتواصل مع حد بحبه. ففكرة إن إحنا نقبل بالواقع ونحاول نستفيد منه ونستفيد من النعمة اللي عندنا في التكنولوجيا، أعتقد دي مبادرة كويسة قوي في تحسين العلاقات الأسرية. الفكرة إنه إحنا الشبع اللي بنحصل عليه من التواصل من خلال الشاشة أكيد مش زي العلاقة اللي فيها بنلمس بعض وبنشوف بعض بالعين، فهي على قد ما هي نعمة كبيرة لكن محتاجة زقة مننا إن إحنا نقول لا أنا هعمل مكالمة، أنا هحدد وقت في يومي إنه أنا أتواصل، وزي ما أنتم عارضين صور جميلة إنه نحاول نتبسط ونعلم كمان ولادنا يبقى عندهم انضباط في وقت الزوم ده أو في وقت العلاقة اللي هتبقى من خلال السكرين، لانه كتير قوي العيال بيبقوا عايزين يجروا ومش عايزين يتواصلوا، فهنلاقي ان احنا بقالنا سنتين ثلاثه ما شفناش خلاننا وما شفناش عمامنا، فاحنا محتاجين احنا كمان ندرب نفسنا وندرب ولادنا على اهميه استخدام، يعني عايزه اقول مش بالفطره، يعني مش هبقى قاعد كده اقول يلا اعمل زوم، لا ممكن الاقي نفسي عايزه اشغل التلفزيون مش عايزه اتواصل، فقدرتنا على التواصل هتبدا تقل ويبدا اطفال تكبر ما تعرفش اقرب الناس ليها، ما تستمتعش بالغنى والأمان والدفع بتاع العيلة. هو الواقع نوعا ما ميشيل إنه أنجي إن في الوقت اللي احنا بنتكلم فيه عن الأسرة وأهمية الأسرة والترابط، العالم اللي احنا عايشين فيه بيشجع الفرد والفردية، مشوارك طموحك مهاراتك تنمية شخصيتك وقدراتك، يعني بيركز على الفرد بطريقة كبيرة جدا. إزاي ممكن إنه الراحة الأسرية والاستقرار ينعكسوا على شخصية الفرد وطموحه وسعيه لتحقيق أهدافه بحيث إنه الأسرة تبقى جزء مهم من مشوار الفرد في النهاية؟ أنت كأنك بتقول إنه أغلبية العالم دلوقتي بيشجع الناس على تقوية المهارة، لكن فردية. من كتر ما إحنا بنزق الناس على المهارات ساعات بننسى أهمية العيلة وأهمية العلاقات، وأنا أتفق معك جدا بدليل أن أكتر شركات كبيرة دلوقتي لما بتيجي تعين ناس بتعين الناس اللي شخصيتها ناجحة مش بس مهارتها، لأن المهارة سهل تعلمها، لكن اللي بيبوظ المهارة بعد شوية الشخصية. يعني أنت مثلا ممكن تكون بتتعامل مع حلاق كويس جدا، هو شاطر كحلاق لكن شخصيته بتقفلك، ممكن تكون بتروح مطعم كويس جدا بس تتقفل من العمالة، ممكن تروح أوتيل خطير 7 نجوم بس تمشي لأنه شخصية الناس اللي بتخدمك مش مرتاح معيها. فالشخصية دي بتتكون منين؟ بتتكون من فيتامينات أساسية العيلة بس هي اللي بتعرف تقدمها، محدش تاني بيعرف يقدمها. إحساس الانتماء، إحنا كبشر محتاجين نحس إن إحنا متعزين محبوبين. كنت لسه بفكر قبل ما نطلع الهواء إيه الشعار اللي ممكن أقول العيلة بتعمله؟ العيلة بتطمننا على نفسنا، بتطمني على نفسي. لما أنا بكبر بحس إن أنا بتعامل باحترام، بتعامل بحب، بتعامل بتشجيع، ببدأ أحس إن أنا إنسان كويس، فبطلع للعالم بالصورة دي، بطلع للإنسان بصورة أنا إنسان كويس. صحيح. وبالتالي ما بتلاقيش بقى الأمراض النفسية بتاعت أنا منفصل من الناس اللي بتنجح، أنا بتكلم عن الناس من ظهرها، أنا مهما أخدت بحس إن أنا عايز أكتر، أنا باخد الخير من غيري وانسبه ليا. فلو احنا شفنا العيلة ازاي بتدينا فيتامينات، وللأسف الفيتامينات دي تعويضها عند الكبر صعب، احنا بنقف محبوسين عند اول 7-8 سنين في حياتنا في الفيتامينات والاحتياجات اللي احنا كنا عايزينها، لو ما خدناهاش بنفضل ناخد الاحتياجات دي بطرق بقى مش صح لغاية ما نموت. بالفعل يعني هي أهمية الأسرة، لكن إنجي أيضا كتير لاحظنا أنه سواء كان بالإعلانات أو غيره من وسائل التواصل الاجتماعي أنه بتحث على أهمية الأسرة كما يعني حكينا، لكن السؤال هنا أنه قديش صورة الأسرة المتماسكة قد بتعكس إيجابا على المجتمع؟ وسريعا من فضلك. حاضر. المسلسلات اعتقد اضافت كتير قوي لينا، انا لسه حالا اتفرج على مشاهد قويه جدا على اهميه دور الاب واهميه دور الام واهميه السند ده. اعتقد العيله بترجع تحببنا تاني لين
في فكرة الجواز وفكرة الحياة عامة. ربنا لما بدأ الحياة بدأها بفكرة الجواز، بفكرة آدم وحواء وان هم هيخلفوا. فالمسلسلات والإعلانات بصراحة كأنها بتجري ريق الواحد على انه يشوف النموذج الناجح ده، ويشوف كمان الثمار اللي بتطلع من العائلات المفككة، ويشوف الثمار اللي بتطلع من العائلات الحلوة. فأنا يعني مبسوطة جدا وشكرا جدا لكل مسلسل وكل إعلان وإحنا خلى اللي قاعد يتفرج نفسه ينتمي ويحقق الشكل بالفعل. وإحنا بنتشكر وجودك معنا الأخصائية النفسية والأسرية إنجي ميشيل، شكرا جزيلا لك. وبهذا مشاهدينا وصلنا لنهاية هذه الحلقة، إلى اللقاء. لا تنسوا أن تراسلونا بأرائكم على مواقع البرنامج. أهلا بكم من جديد. نبقى في أجواء عيد الفطر في حول العالم. في بريطانيا بالتحديد يستقبل المسلمون العيد في ظل إجراءات تمنعهم من اللقاءات في الأماكن المغلقة، ويقتصر الاحتفال بينهم على الأماكن الخارجية كالحدائق أو حتى المرافق المفتوحة في المطاعم. نتابع. قضى المسلمون في بريطانيا شهر رمضان وسط إجراءات الإغلاق الجزئي والتباعد الاجتماعي في البلاد. بعض المساجد فتحت أبوابها للصلاة في باحاتها الخارجية، فيما استقبلت أخرى المصلين بعدد محدود يمكنها من وضع المسافات الآمنة بين المصلين. وها هو عيد الفطر يحل في ظل إجراءات المرحلة الثانية من فتح الإغلاق الجزئي في بريطانيا، وبموجبها فتحت المتاجر والمحال أبوابها، أما المطاعم فتقتصر على الخدمة في الأماكن الخارجية منها، وتبقى الزيارات العائلية في الأماكن المغلقة ممنوعة في هذه المرحلة. طبعا هالسنة هاي حتى السنة الماضية ما حسينا أبدا بأجواء العيد، بس منحاول يعني أنه نتأقلم مع العائلة ومع الأولاد، ونحس أنه شوي أنه لسه في عيد، يعني العيد ما بيوقف هالكل شيء، العيد عيد. فنتمنى السنة الجاية يكون مثل زمان إن شاء الله. يعني بس عم نحاول نتماشى مع القوانين، الالتقاء بالحدائق العامة هذا يعني أكثر ما فينا نعمله يعني. ومع ارتفاع درجات الحرارة قليلا في بريطانيا، فسيجد المسلمون على مدى 3 أيام العيد فرصة للقاءات في الأماكن المفتوحة لتبادل الهدايا والطعام واللقاء مع أحبتهم. بالنسبة لهذا الوباء العالمي صراحة هو كان له تأثير نفساني على الأسر وعلى الناس وعلى المجتمع بصفة عامة في بريطانيا، هو شيء جديد على الكون بصفة عامة، بس الحمد لله إنسان لازم يتماشى مع أي ظروف. لكن التفاؤل للمرحلة المقبلة يزداد بعد بدء بريطانيا بتسجيل أدنى مستويات الإصابة بفيروس كورونا وتراجع ملحوظ في معدلات الوفاة. للعام الثاني يستقبل المسلمون في بريطانيا عيد الفطر وسط إجراءات الإغلاق والتباعد الاجتماعي، مع أمل الخلاص من الوباء بعد هذا الوقت الطويل، ومع بدء مرحلة جديدة من فتح الإغلاق الجزئي في البلاد الأسبوع المقبل، الأمر الذي سيسمح لهم باللقاءات ولو بشكل محدود في الأماكن المغلقة. عمر شاكر، الحرة، لندن. طبعا في المملكة المتحدة عادة ما يحتفل المسلمون هناك بعيد الفطر في يوم واحد فقط، يأخذونها عطلة من العمل أو المدرسة، وكعاداتنا أيضا يجتمعون في المسجد لأداء صلاة العيد، ثم يحيي المصلون بعضهم البعض قبل المغادرة إلى المنازل للاحتفال مع العائلة. يلين. بالفعل باسل، يعني تقاليد عديدة في وطننا العربي وتقاليد الاحتفال بعيد الفطر متنوعة في منطقتنا، تتميز كل واحدة منها في تقاليد مختلفة، نستعرض معكم بعضا منها. نبدأها بالسعودية التي تبدأ فيها مظاهر استقبال العيد مبكرا، حيث تبدأ الأسرة بشراء احتياجاتها من الأطعمة مثل الكبسة والمرقوق والهريس والحلويات، وفي صباح العيد يتجمع الناس لصلاة العيد، وبعدها يقومون بتهنئة بعضهم البعض في المسجد. أما في مصر تؤدى صلاة العيد في الساحات الكبيرة، عقب الصلاة يتبادلون التهاني ثم يذهبون إلى المقابر للترحم على الأموات. ومن أهم مظاهر الاحتفال بعيد الفطر تقديم الهدايا والعيدية للأطفال، ويعتبر هذا العيد فرصة للتقارب بين بعضهم البعض.
أما على صعيد المغاربة في صباح العيد لأداء الصلاة يذهبون ويتبادلون التحية مرددين عواشركم مباركة، ويحرص المغربيون على ارتداء الزي التقليدي عند ذهابهم للصلاة وهو عبارة عن الجلابة المتصلة بها الطربوش. تختلف مظاهر الاحتفال بالعيد في اليمن عن الدول الأخرى، فيشغل أهلها بجمع الحطب ووضعه على هيئة أكوام عالية لحرقها ليلة العيد تعبيرا عن الفرحة بقدوم العيد، ويقوم الأهالي بنحر الذبائح وتوزيع اللحوم على الجيران وعلى الأقارب. أما في السودان يتم التجهيز لاستقبال العيد في منتصف شهر رمضان، يتم إعداد أصناف الحلوى مثل الكعك والخبز، وبعد صلاة العيد يتوافد الرجال إلى منزل أحد كبار العائلة حاملين إفطارهم معهم، ثم يخرجون لزيارة المرضى وكبار السن. دعونا نتحدث أكثر عن أجواء العيد هذا العام، والحديث أكثر ينضم إلينا الآن مراسلون من الخرطوم تهاني إبراهيم، ومن القاهرة محمد محي الدين، ومن الجزائر محمد جرادة. أهلا بكم جميعا وكل عام وأنتم بألف خير. نبدأ معك من الخرطوم عبد الباقي، معنا إذن تهاني، عفوا تهاني، صباح الخير عليك، كل عام وأنت بألف خير. يعني التقاليد السودانية نهار العيد ربما تتمثل بالأساس في التجمعات العائلية، ولكن اليوم يمر السودان بموجة جديدة لوباء كورونا، كيف أثرت على طقوس العيد هذا العام؟ أهلا بكم، عيد مبارك عليكم وعلى جميع المسلمين في كل أنحاء العالم. كما نقول في السودان عيد مبارك، وإن شاء الله دائما تامين ولامين، كناية عن الاجتماع الأسرة والعائلة وكل أفراد العائلة بصحة وعافية. العيد في السودان تعتبر مناسبة عظيمة جدا يحتفل بها السودانيون، ينظمون لها في وقت مبكر، يتم الاستعداد لها عبر المخبوزات والمشروبات والاستعداد لمستلزمات العيد. تتم طبعا الصلوات في ساحات كبيرة، يجتمع الناس في هذه الساحات، يصلون صلوات جماعية، ثم يتوافدون إلى بعضهم البعض في المنازل للتهنئة والمباركة بمناسبة العيد. موجة كورونا أو جائحة كورونا بالفعل قد حدت من هذا التواصل الاجتماعي، ولكن يعني هذا العام هو أفضل حالة من الأعوام السابقة. يتواصل بالطبع الناس والأسر تتواصل وكل المجتمع السوداني، ولكن مع وضع الاحترازات الصحية في الاعتبار. ولكن يعني ربما هذا العيد قد يكون يعني هذا اليوم يوم حزين، خصوصا وأن أمس الأول تم يعني تجمع لمجموعة من المحتجين الذين كانوا يحيون الذكرى الثانية لفض اعتصام القيادة العامة، وبالتالي هذا العام الثاني على التوالي الذي يكون طعم العيد به بعض المرارة للفقد الكبير طبعا الذين فقدهم السودانيون في أحداث القيادة العامة. تهاني، عيدك مبارك بالأول. يعني خلينا أيضا نتحدث عن الواقع الاقتصادي وحركة الأسواق والشوارع في أول أيام العيد، كيف بدت؟ نعم، يعني رغم الضائقة الاقتصادية التي يمر بها السودان، ولكن ملاحظ أن هناك إقبالا على الأسواق، خصوصا وأن كثير من المحال التجارية حاولت أن تسهل هذا الأمر على المواطنين، بحيث أنها عرضت السلع بسعرين، سعر داخل المحل وسعر بتخفيضات كبيرة، يعني تصل من 25% إلى 50% وحتى 80% في خيام للبيع المخفض. عموما موسم الأعياد في السودان يستعد له السودانيين، رغم زيادة الأسعار، رغم الوضع الاقتصادي الحرج، ولكن هذه المناسبة مناسبة عظيمة، وتحاول الأسر أن تدخل الفرحة على أبنائها، على أفراد هذه الأسر والعوائل، عبر بعض الأشياء الجديدة، حتى إن كانت يعني أشياء بسيطة، ولكنها تدخل الفرحة في قلوب الأطفال، تحديدا في قلوب
الأسر. المجتمع السوداني يتميز بالتواصل والتراحم ويعني واحترام وتقديس علاقة العائلة الممتدة. العائلة الممتدة والكبار يتبادلون الهدايا حتى مع الأطفال، فهذا الترابط والاجتماعي يتجلى في عيد الفطر. يعني هناك فرحة كبيرة وسعادة عارمة يتحدى الضيق الاقتصادي. هذا هو الوجه الإيجابي لعيد هذا العام يا تهاني. عموما خلينا ننتقل إلى الجزائر مع مراسل الحرة هناك محمد جرادة. محمد، في البداية كل عام وأنت بألف خير. يعني طبعا كما في بقية الدول العربية من أبرز مظاهر استقبال العيد في الجزائر أداء الصلاة في المساجد. حدثنا عن القيود الصحية المفروضة اليوم في البلاد وكيف تؤثر على أجواء العيد. عامك طيب وعيد مبارك سعيد لكم ولكل الأصدقاء والأحبة. طبعا هذا العام على اختلاف العام الماضي أقيمت صلاة العيد. العام الماضي لم يكن هذا الأمر متاح بسبب انتشار فيروس كورونا. العام الماضي منعت الصلاة في كل المساجد، لكن هذا العام فقد كان الأمر متاح. طبعا كانت هناك إجراءات مع مداخل المساجد، كان هناك أعوان ويتقدمون أبواب المساجد بقياس الحرارة، وأيضا كانت هناك إجراءات وقائية أن كل مصلي يأتي بسجادته واحترام التباعد، وأيضا ارتداء الكمامة، وأيضا خلال خطبة العيد شدد الأئمة على ضرورة احترام البروتوكول الصحي، فحتى التقبيل والعناق كان طبعا إلا بالأيدي وليس بالعناق أو المصافحة. إذن هذه كانت أبرز ما جاء في بعد صلاة العيد. وأيضا كما ترى هناك أجواء جميلة في شوارع العاصمة الجزائرية، سيما في الشوارع والأحياء الشعبية، من بيع الألعاب، والعيد طبعا بدون أطفال فلا نكهة له بالفعل. طب محمد، خلينا شوي هيك ننبسط ونحكي عن أجواء الفرحة، بالتحديد المأكولات. يعني أكيد إحنا بنعرف إنه في كتير مأكولات شعبية جزائرية بالتحديد مخصصة للعيد، يعني خلينا شوي نحكي عنها. في الجزائر هناك ثلاث أنواع من الأطباق التي تقام في يوم العيد. هناك ما يعرف بالكسكسي والشخشوخة والرشدة، ثلاث أنواع هي من العجائن تقام في هذا اليوم. طبعا على اختلاف مناطق الجزائر، هناك من يختار طبق الكسكسي، وهناك من يختار الشخشوخة، وهناك من يختار طبعا بلحم الدجاج، وهناك من يختار الرشدة. يعني هذه هي أبرز الأطباق التي تقام اليوم في عيد الفطر، في خلال الثلاث أيام من عيد الفطر. بالنسبة للحلويات، طبعا هناك عدة أنواع، كل العائلات الجزائرية خلال هذا اليوم تحضر الحلويات التقليدية، أبرزها ما يعرف بالسامسة، البقلاوة، تشارك العريان، حلوة الطابع. شهيتنا يا محمد، صار بدنا. هذه يعني أنواع بعتلنا مع الحلويات والبقلاوة. لا يمكن أن يخلو الطبق الجزائري من بقلاوة، ضروري البقلاوة. أكيد يعني بالصحة والراحة فعلا، إحنا بنحب الأكل. يعني خلينا ننتقل إلى القاهرة. يعني محمد محي الدين، عام مبارك، عيد مبارك عليك. خلينا نحكي عن الوضع الصحي اليوم في القاهرة وبمختلف المحافظات. أكيد إحنا زي ما بنعرف أنه هو كان نوعا ما صعب، لكن كيف رح يتم ممارسة طقوس العيد في ظل الجائحة؟ صحيح، هذا الوضع الصحي هو الذي دفع باتخاذ المزيد من الإجراءات الحكومية للحد من انتشار وباء كورونا. نتحدث عن تجاوز عدد الإصابات في مصر 240,000 مصاب بحالة كورونا منذ دخول الوباء مصر، وأكثر من 14,000 حالة وفاة في مصر. يعني معدل إصابات يومية يتزايد عن 1,100 إصابة، ونحو 60 أو أكثر من
60 وفاة يوميا بجراء الإصابة بفيروس كورونا. هذه المعدلات بالطبع هي أرقام رسمية، هي أقل بكثير من الأرقام الحقيقية حتى باعتراف المسؤولين أنفسهم. هذا الوضع الصحي دفع باتخاذ عدد من الإجراءات التي تحد من الانتشار، ورغم ذلك نجد يعني من خلف خروج الشباب وحتى الأطفال إلى دور السينما والمسارح للاحتفال بعيد الفطر، رغم تقليص عدد ساعات عمل هذه المحال وحتى دور السينما والمسارح المصرية لتغلق أبوابها في 9 مساء وحتى 6 صباح كل يوم لمدة 2 أسبوع حتى 21 شهر مايو الجاري. اليوم أيضا كان هناك عودة لصلاة العيد التي غابت عن العام الماضي، وفي وسط إجراءات احترازية أعلنتها الحكومة وهي المتخذة أيضا في صلاة الجمعة التي يعني المعتادة كارتداء الكمامات ومسافات التباعد ومنع اصطحاب الأطفال في هذه الصلوات، ولكن بالطبع لم يلتزم المصريون بهذه الإجراءات كثيرا حيث أن الفرحة تقتضي حضور الأطفال لهذه الصلاة. طبعا هو الخروج في النهاية اختياري. يعني محمد احنا نرى من ورائك الآن يعني هناك عدد لا بأس به من الشباب والأطفال، طبعا الأطفال ينتظرون العيد عادة لزيارة مدن الترفيه والألعاب وساحات اللعب وما إلى ذلك، يعني هل هذه المرافق مفتوحة رسميا ومتاحة لهم هذا العيد أم أنها مغلقة ضمن الإجراءات الاحترازية؟ تم إغلاق جميع المتنزهات والحدائق والشواطئ العامة وأماكن الترفيه خلال فترة 2 أسبوع التي أعلنت عنها الحكومة المصرية، فقط متاح النوادي الاجتماعية وكذلك الرياضية ومراكز الشباب في الفترة من 6 صباحا وحتى 9 مساء وخلال هذه الفترة التي أعلنت عنها الحكومة. نتحدث كذلك عن يعني استثناء الفنادق والأماكن السياحية من هذه الإجراءات، يعني شواطئ الفنادق وبعض الشواطئ الخاصة هي متاحة للزائرين والمحتفلين من المصريين بعيد الفطر المبارك، وبالتالي وجدنا إقبال كبير على هذه الأماكن، لكن الأماكن العامة هي مغلقة تماما أمام حركة المحتفلين من المصريين بالعيد. أود أن أشير أيضا لإجراءات أخرى بتتعلق ب إجراءات أمنية كثيرة لمحاولة تطبيق هذه الإجراءات الاحترازية ويعني تطبيق الغرامات التي كانت أعلنت عنها الحكومة فيما يتعلق بعدم ارتداء الكمامات في الأماكن المغلقة ووسائل المواصلات وغيرها من إجراءات أعلنت عنها الحكومة. أيضا في هناك يعني حدث يرتبط بالعيد، نجد من خلفنا يعني شرطة لمكافحة التحرش، هذه الظاهرة التي ربما يعني بنشهدها في دائما في مثل هذه المناسبات واحتفال المصريين بأعيادهم. نعم، في النهاية أشكرك طبعا، أشكركم جميعا على وجودكم معنا هذا الصباح وعلى هذه التغطية. من الخرطوم تهاني إبراهيم، من القاهرة محمد محي الدين، ومن الجزائر محمد جرادة، شكرا لكم وكل عام وأنتم بألف خير. دعونا ننتقل الآن إلى لبنان والحديث عن الأزمتين المالية والصحية في لبنان اللتين انعكستا غيابا على مظاهر العيد يعني كما تعود عليها طبعا السكان في السنوات السابقة. ومن تداعيات هذا الوضع تسجيل خسائر كبيرة في معظم القطاعات السياحية التي تستعد لإطلاق موسم السياحة في فصل الصيف المقبل. على واقع تفاقم الأزمة المالية وتحديد حركة التنقل بسبب كورونا، غابت مظاهر عيد الفطر عن طرابلس كما عن العديد من المناطق اللبنانية، وباتت العائلات ترزح تحت عبء تراجع قدراتها الشرائية في ظل ارتفاع كبير في أسعار السلع والمواد الاستهلاكية. نحن كشباب 3/4 قاعدين بلا أشغال، ما في مدخول زايد، الغلاء اللي عم يصير، ارتفاع الدولار، كله عم يأثر تقريباً، يعني ما في رهجة لهالعيد. هذا الواقع ينعكس سلبا على القطاعات السياحية لا سيما المطاعم التي تنتظر مثل هذه المناسبات لتعويض بعض خسائرها. خسائر شهرية تقريبا تفوق 500-600 مليون دولار للقطاع،
بالثلاث ايام بالاقفال اللي عم يصير هلا، ثلاث ايام يعني بيكونوا مضاعفين على المعدل اليومي او اكثر، ثلاث مرات اكثر. فقدنا 160,000 110,000 شخص صاروا بخارج الخدمه بالبيوت او سافروا او تركوا. حجوزات الفنادق لم تتخطى نسبه 15% في بيروت وقاربت 0% خارجها، ولكنها ستباشر اعتماد تسعيرتين بالعمله المحليه للمقيمين وبالعمله الصعبه للسياح. هي مش محاولة إنقاذ القطاع، هي محاولة صغيرة للبقاء في هذا القطاع، يعني ماشي بشكل إلى حد ما بأقل أضرار ممكنة. في المقابل تسجل مساعي رسمية لإطلاق موسم السياحة في الصيف المقبل وتعول على توفير الدعم من الدول العربية والغربية. نحن كوزارة السياحة أساس عنا المحافظة والضغط والدعم اللي فينا نقدمه كله عم نجربه، وخصوصا مع هلأ نحن بإطار تحضير لإطلاق الموسم السياحي، وهذا شيء رئيسي اليوم بدنا نطلق الموسم السياحي. الطلب من الإخوان العرب والطلب من كل المجتمع الخارجي مساعدة لبنان سياحيا واقتصاديا لحتى لبنان يظل مستمر ويقدر يوصل للهدف. معاناة على أكثر من مستوى تطال كافة القطاعات وتصيب السكان بالخيبة وتفقدهم فرحة العيد. مراقبون يرون أن غياب الاستقرار السياسي بفعل تأخير تشكيل الحكومة الجديدة والشروع في الإصلاحات المطلوبة يساهم في زيادة تفاقم الأزمات في مختلف المجالات. ويليام عزام، الحرة، بيروت. بعد قليل مشاهدينا، في اليوم العالمي للأسر التقنيات الرقمية ودورها الكبير في التواصل بين أفراد الأسرة الواحدة. ابقوا معنا.